السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كديري متتبعاتي ومتتبعيني، لاباس عليكم؟ بخير إن شاء الله. نلقاكم في هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية، ومرحبا بالناس الجداد اللي انضموا لقناتي وانضموا للعائلة ديالي، مرحبا بكم وألف مرحبا، وشكرا على الدعم وشكرا على التعليقات الجميلة اللي كتخليو ليا، وجزاكم الله كل خير على لي بارتاج، على لي لايك، على كل شيء اللي كتقدموا لي، شكرا لكم بزاف. اليوم ان شاء الله اليوم ارتأيت انه نتكلم معكم في واحد الموضوع اللي هو مهم جدا، هو للنساء طبعا، مهم بزاف 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 للعيالات، اللي هو انا استقيت من بعض التساؤلات، كيفاش كتشوفوا يعني اليوتيوبرز اللي كيقدموا التنظيم ديال البيت، اللي كيشاركوا معكم اليوميات، كيفاش هاد اليوتيوبرز انهم منظمات طول الوقت بيوتهم، انها منظمه وبيوتهم انها مرتبه، وانه واش ما كيوسخوش، واش ما كيرونوش، واش ما يعني كطرح بزاف ديال التساؤلات، وكاين فيهم اللي ما كتيقش في هذاك اسلوب الحياه، ما كتيقش فيك تقول لا، غير كيمثلوا ولا كتصور ولا شوفوا. نقول لكم انا واحد الحاجه انا تعلمتها من اليوتيوب، النهار اللي دخلت انا اليوتيوب، انا كنت كنشوف قنوات ديال التنظيم، غالبا انا كنقول لكم انا كنت كنشوف القنوات ديال التنظيم، كيف عالم مالك راه معروفه، كنت كنشوف انتصار في البيت، كنت كنشوف حليمه، تنظيم البيت مع حليمه، هادو اللي كنت كنشوف لهم بزاف. في الطبخ كنشوف الفيلالي، كنشوف الخديجه، كنشوف يعني كاينين الناس اللي في الطبخ كنشوف لهم، وكذلك كنشوف الاعمال اليدويه، ولكن غالبا في التنظيم ديال البيت ما عمرني تسالت واش هما دائما دايرين هكاك، هذاك التساؤل ما كانش كيجي على بالي. علاش؟ لانه انا بغيت نشوفهم، بغيت ناخذ منهم الشيء الايجابي، بغيت ناخذ منهم هذيك الطاقه اللي عندهم، بغيت ناخذ منهم هذاك الحماس اللي عندهم، باش كتشوف دائما البيت نظيف ودائما مرتب، كنحاول نكون انني بحالهم. هذا قبل ما ندير القناه، صح؟ ملي فتحت قناه والحمد لله فهمت انه راه ملي كتمشي، ملي كتبغي تصوري، ما يمكنش ليك تصور، خاصه بالنسبه لهاد النوعيه هذه، ما يمكنش ليها تصور واحد البلاصه موسخه، واحد البلاصه لان اصلا ما كايناش، ما عندهاش بلاصه موسخه. علاش؟ لانها هي كتصور، يعني يوميا كتنزل فيديو، يعني يوميا خاصها تبان بافضل حال، يعني هي يوميا راها فعلا هذاك روتين حياتها، يعني روتين حياتها اللي هي نظمت عليه حياتها، داكشي باش فهمت. لانه انا طحت في نفس الشيء، كنقول واش ممكن ولا ما ممكنش، اش كنجي كنلقى انا هذاك هو روتين حياتي، انا ما يمكنش ليا نعس والمطبخ ديالي مرون، ما يمكنش ليا نمثل نحط الدنيا كلها مرونه ونقول لكم اجوا تشوفوا راني المطبخ ديالي مرون، لانني انا ما فياش هكاك، ما يمكنش ليا نصور لكم المجلس ديالي مكركب وضارب في بعضه، لانه اصلا دائما مرتب، ما يمكنش ليا غادي نوض نرونه باش نرضي الناس ونقول لا راني ما كنمثلش، هذا ماشي تمثيل، ها هو التمثيل هو انني نكون مرتبه، واللي ماشي تمثيل هو انني ما نكونش مرتبه. ما يمكنش ليا انا نشارك معكم، يعني ماشي نشارك معكم، هي هكا هي نظام حياه، نظام حياه. نقول لكم انا كنفيق بكري، انا فعلا كنفيق بكري والله شاهد عليا، كنفيق الخمسة ديال الفجر، خمسة ديال الفجر راه كنطيب فطور، راه كنسالي الفطور ديالي، وانتم عارفين هذا الشيء، هذا شحال مره قلتها لكم، اهلي وكنشوف يطلع الزوج ديالي للشغل ديالو، كنمشي عند وليداتي، كننظفهم، كنغسل ليهم، كنفطرهم، كنمشي لتافت اللي عندي. علاش انايا كنقول علاش هاد الناس، هاد النوع من اليوتيوبرز، علاش هما منظمات؟ انا كنهضر على الناس اللي كينشروا التنظيم، على الناس اللي كيبينوا لكم التنظيم ديال البيت والروتين داخل البيت، اللي القنوات اللي هي كتبان دائما بيا ابي، كنقول هاد هما اللي كنتكلم عليهم، ما كنتكلمش على اليوتيوبرز الثانيين اللي التمثيل والفشخره ومشيت هنا وجيت هنا، دوك ما كنتكلمش عليهم، انا كنتكلم على هاد النوعيه هذه.
هاد النوعيه هذه هم هكاك دايرين في حياتهم. يعني انا كنقول لكم بانه ملي كيطلع الزوج ديالي للخدمه ديالو كنمشي كناخذ واحد الركن هي تنظيم، يعني نهار كنسوس فيه الغرفه ديال بنتي، نهار الغرفه ديالي، نهار ديال المجلس، يعني نهار في الاسبوع للتنظيف يعني الخفيف جدا. الحمامات راه يوميا، راه ما يمكنش شي واحد قاعد في الدار عنده واحد جوج حمامات، ما يمكنش نهائيا. انا كنقول علاش انا بغيت نمتع عليكم ونخليهم موسخين باش نجي نقول لكم راني شوفوا جوج حمامات موسخين، راه ما يمكنش. هذا راه العفن، هذا راه دائما الحمامات راه شي حاجه نظام، يوميا كيتغسلوا يوميا. يا واحد كل وحده واش كدير الروتين ديال الليل وكاين اللي كدير الروتين ديال النهار. مثلا انا كندير في النهار في الصباح، ملي كنفيق الصباح الحمامات ديالي كنظفها. غتقولوا لي لا ما يمكنش، علاش؟ غتقولوا لي اللي عنده الدراري ما كتجمعش ليه الدار. راه فعلا ما كتجمعش الدار، ولكن انت راكي واقفه، راكي كاين، راه عندهم غرفه ديالهم. مثلا انا بنتي راكم شفتوا شحال مره كنصور لكم الغرفه ديالها كي دايره، ولكن هذا هل هو عدم ترتيب، عدم نظام؟ هل هذا من من يعني من من الوسخ وبالعفن؟ الا هي كتلعب وانا كنجمع، هي كتلعب وكنجمع انا وياها. كنجي واحد الوقيته خاصنا نجمعوا الالعاب، خاصنا نتغداو، خاصنا نقعدوا مع بعضياتنا، خاصها تدخل المدرسه ديالها مع الثلاثه. ما يمكنش ليا الغرفه ديالها تكون يعني موسخه. فهاد اللحظه انا كنهضر معاكم غرفتها نظيفه جدا. هذه راه العشرة ديال الصباح، الغرفة بنتي نظيفة، حتى لعبة ما كاينة، حتى لعبة ما كاينة. شوفوا المكتب ديالها هو نظيف مرتب، كل شيء مرتب. هي يعني خارجة كتلعب في الصالة، مخرجة حتى شي لعبة، كتلعب مع خوها، كتلعب معايا، كندخلها معايا للمطبخ، وكتجهز نفسها، كنحط لها تجهز نفسها للدراسة، داك الأشياء اللي خاصها تحضر ليها نفسيا. كنخدم ليها مثلا القرآن، كنخدم ليها، كنعطيها بعض التمارين ديال الحساب تحسب. يعني كنخدم انا وانا كنشقى وانا كنخدم في الدار، كنخليها هي تهيئ نفسيا باش مع الجوج خاصني نلبسها، جوج ونص خاصني نلبسها ونقعدها باش تحضر للمدرسه. هذا كيحتاج ليه مجهود؟ ما كيحتاجش ليه مجهود، كيحتاج ليه نظام، كيحتاج ليه تفيقي بكري، كيحتاج ليه تنظمي وقتك، كيحتاج ليه تكوني يعني ما تضيعيش الوقت في شي حاجه واحده اخرى. انا اللي كينتبه ليه هو ان رجل العيالات دابا باش كتقول كتعاير هاد القنوات هادو، كتدخل تقول انتما كتضحكوا علينا، ما يمكنش يكون انسان مرتب. فاش كتمشي تتفرج، علاش هي كتقول هكا؟ لانها كتمشي تتفرج في دوك القنوات اللي كتبين ليها الكوزينه عامره ما عند ضربه تستيفا، وكتبين ليها انا راه خارجه، وحده خارجه للسوق مخليه موراها ما نعرف شنو، وحده وليداتها كتلقاها مهمله ومخرجه تصور في المولات وخارجه في 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 هذا، كتفرج في قنوات ديال طلقت وتزوجت ديال هذه اللي شائع حاليا. الواحد يتاجر بالمشاكل ديالو، لا يضرب طوندونس بالمشاكل ديالو. يعني انا ما نعرف واش هي موضه العصر ان اللي طلقت كتطلع دير فيديو انها طلقت باش تربح من ادسنس على على مشكله في حياتها، ما نعرفش. يعني الانسان كيربح فلوس على السعاده، كيحقق بها سعاده، كيحقق بها فلوس سعاده، كيحقق بها حتى للطرف طاقه ايجابيه كيعطيها حتى للمتلقي، كيحقق بها فلوس شي حاجه مفيده كنعطيها انا لهذاك الشخص اللي كيشوف فيا اللي كيتفرج فيا، كنعطيه حاجه مفيده تفيده في حياته، نعطيه نظام، نعطيه يعني قوه شخصيه، نعطيه. اما انا نقول نطلع نقول لكم مشاكل الاسريه باش نربح الفلوس، نربح مشاهدات ونربح فلوس، فهذه والله العظيم انها يعني المخ ما كتدخلش لي. الانسان حتى مشاكل الاسريه ولا كيتاجر بها باش ياخذ فلوس. هادو هما انتوما، هادو هما اللي كتبعوا هذاك الشيء. علاش ما كيعجبكمش الروتين ديال تنظيم البيت؟ هادو اليوتيوبرز اللي طاحت عندهم المشاهده هما هادو اللي كيجيبوا لكم الطاقه الايجابيه، كيعطيوكم الاشياء اللي تحفزكم، كتشوفوا في حياتهم انها ايجابيه. علاش نقلبوا حنا على الناس اللي عطونا السلبيه وعطونا المشاكل؟ علاش؟ واش حنا ناقص المشاكل؟ واش شي وحده فيكم ناقص المشاكل؟ ناقصه المشاكل النفسيه، ناقصه المشاكل الزوجيه، ناقصه باش نمشي انا نعبي نفسي بالطاقه السلبيه من عند واحده اخرى هي تجي تفرغ عليا مشاكلها وانا نتعبى منها.
علاش قنوات الطبخ طاحت؟ لان الناس المشاهده ولات كتمشي تقلب، الناس نتوما الناس المتابعين وليتو كتمشيو تقلبوا كانه نوع من التجسس، او كانه نوع من يعني حتى ما نقول التجسس، وانما هو الاطلاع على الاخر، يعني تبغوا تعرفوا على الحيتيات ديال الحياه هذاك الشخص، ويعني ما نعرف اسراره. نتوما خاصكم تشوفوا الحاجه اللي تستافدوا منها، الحاجه اللي انا نستافد منها، ناخذ نمشي عند الشخص اللي انا غادي نطلع من عنده بفكره. نعم عرفة بنتي، اسفه الضرور كان ضروري انني نعطي وقت لبنتي هي الاولى لنرجع نكمل معاكم. المهم كيف قلت لكم انا، هادوك الناس يعني انتم اللي كتحكموا في هذا المحتوى اصلا. انا شحال مره قلت لكم انتم اللي كتحكموا فينا، مش احنا اللي كنتحكموا فيكم. لانه انا من غادي نشوف شحال من وحده غيرات اتجاهها ومسارها اللي كانت باديه فيه من اجل المشاهده. شحال من وحده، شحال من وحده غيرات المحتوى ديالها كامل من اجلكم نتوما، معناته نتوما اللي تحكمتوا في المحتوى ماشي هي. شحال من وحده كانت غاده مزيانه في المحتوى، مسكينه كدير طبخات من هنا وتقلب على من هنا ومحتاجه للمساعده. كاينين الناس فاتحين قنوات باش يفتحوا بيوت، كاينه مسكينه اللي كتعاني بغات فعلا تدخل رزق من هذيك القناه، ولكن المتابعه كتمشي كتشوف شي حاجات اخرين، كيقلبوا على الفضيحه، تقلبوا على الاسرار، تقلبوا على يعني الاشياء هذه ما كتستافدوش منها. هذا هو المشكل، انك ما كتستافدوش منها، ما كتستافدوش منها. تقول لي كندخلوا غير كنعايروا، راه كتدخلوا كتعايروا كتعطوا مشاهده. هذاك الشيء اللي كيخلي بزاف تاع البنات، بزاف تاع العيالات غيروا المحتويات ديالهم باش يحصلوا على المحتوى، باش يحصلوا على المشاهده، العفو، باش نتوما يجلبوا المشاهد اكثر. فالقنوات ديال التنظيم، نرجع للموضوع اللي الاساسي والمحوري هو التنظيم. كيفاش تكوني منظمه انت؟ خاصك يعني ما تشككيش انت اش بغيتي فيها. الا كانت هي يا مرونه كتبين لك التنظيم، انت كتشوفي هذاك الشيء اللي غتاخدي منها، بالعكس كتعطيك طاقه زوينه، كتقول واخا هي كتمثل، فرضا انها كتمثل وان دارها موسخه وجابت لك غير الركن النظيف، انت غتشوف غير الركن النظيف، خذي غير هذا الجانب هذا، شوفي لها غير 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 عطاتك واحد المعلومه، عطاتك واحد الحيله كديرها في المطبخ باش تسهلي امورك، هذيك راه فائده طلعتي بها. الا انت عطاتك غير طاقه ايجابيه، كتشوفي دارها نقيه وكتشوفي حياتها نقيه، واخا هي كتمثل، تقولي انا بغيت نكون بحالها، بغيت نكون بحالها، بغيت ندير بحالها. كتنوضي انت وكتحمسك وكتنوضك تمشي تقادي وترتبي امورك وترتبي، ولكن ماشي ديال انا في الليل نحلم، في الليل نحلم نقولوا في الصباح راني غدا ندير وغندير وغندير وغنظم وقتي وغنفيق بكري وغادي نقاد ونقاد، ومن كيجي الصباح كتصبحي نعسه حتى العشرة. لا، هذا راه ماشي هو هكاك، راه خاصك الا قررتي تنفذي، مني تقرري وكتبتيها في المذكره ديالك وحطي حداك المنبه، قولي اليوم راني انا مقرره نفيق مع السبعه. انا قلت لكم غير مع السبعه، مقرره نفيق مع السبعه، غنفيق مع السبعه، ما غاديش نخلي نقرر نفيق مع السبعه ومنين توصل السبعه تقلب الجديه الاخر وقول خلي حتى من بعد حتى نهار اخر. ومشات لك هذاك الشيء اللي قررتيه واللي شفتيه عند هذيك السيده واللي عطاتو لك هذيك السيده، مشى هباء منثورا، ما غاديش تاخدي منه شي حاجه. انا كنقول لكم راه دائما الانسان بقراراته، الا قرر ينفذ، الا مشى داك القرار ما تنفذش، فحياتك كتبقى بحال هكاك غاده في كل شيء. انا ما كنهضرش على القرارات كلها، اي قرار في حياتك اتخذتيه وما نفذتيش، عرفي بان القرارات اللي من وراه ما عمرها غتنفذ، ما عمرك غتنفذيها، ما عمرك غتمشي فيها بعيد. يعني هذا علاش انا قلت لكم هكا، لانه كيجيو تساؤلات، نتوما كتبينوا لنا غير الجانب الايجابي واعطونا، علاش اختي نبين لك الجانب السلبي في حياتي؟ علاش؟ واش انا مجبره نشارك معك حياتي حتى السلبيات ديالها؟ لا، غنشارك معك غير ايجابي، غادي نشارك معك غير الحاجه اللي تفيدك، اللي انت تستفدي منها. نحط لك في افكار مشاريع، نحط لك شنو كندير بالاعمال اليدويه ديالي، شنو كان باش تستافدي وتاخدي فكره. كنحط لك مثلا كيفاش كنمشي انا في المطبخ ديالي وكيفاش كننظم وقتي مع وليداتي، غتستافدي منها. كيفاش انايا منظم الجدول ديال الاكل ديالي، يمكن لك حتى ديري جدول وتمشي عليه، كيعطيك اقتصاد، كتقتصدي، يعني
نعطيك الحاجه الايجابيه، وشنو غتستافدي ملي نقول لك انا تخاصمت مع راجلي اليوم؟ اجي تشوفوا راني تخاصمت اليوم مع راجلي، راه دابزنا البارح وراه شد لي بشعري وشديت لي بشعره وراه دابزنا وراه ضربني وضربته. ولا نقول لك ايوا اجي تشوفي رحماتي مدابزه معايا، انا راني كان ما كنمشيش عندها، ما كتجيش عندي، حنا مدابزين، ولا لوستي دارت ليا، ولا اشنو غتستافدي انت؟ انت كمتلقي شنو غتستافدي مني ملي نجي نقول لك هاد الهضره هادي، ملي نجي نشكي عليك مشاكلي وتعالي راني فيا هكا، وتعالي راني مريضه، وتعالي راني بغيت نمشي ما عرفتش بغيت ندير، ولا يعني اشنو الافاده؟ اشنو الافاده ملي كنشوف انا ناس دابا قنوات كتطلع طوندونس بمشاكل ديال الطلاق، كثير منهم كثير منهم طلقت، طلعت طوندونس، نزلت، كاين فيهم اللي غير تمثيليه، طلقت اليوم وغدا تصالحت مع راجلي، والمتابع كيف كنقولوا حنايا مستحمر، يعني غير تابع وخلاص. اش غتستافدي وحده تجي كتعرض عليك بانها راه غدير كيف واي؟ اش غتستافدي انتيا؟ انتي هي الافاده، انتي هي الافاده ليها، هي كتبيع وتشري فيك، كتقول لك سيري عند فلانتا، سيري عند فلانتا راها مخلصاني انا باش ندير ليها الدعايه، وانتي مخلصاك وانا مالي؟ وشنو نابني؟ انتي مخلصاك هذيك باش ديري ليها انتي الدعم، وانا نمشي عندها علاش؟ مع انه محتوى مختلف على محتواك، انتي كتبيعي فيا، انا جيت نشوفك انتي ولا جيت تبيعيني الاخرين؟ خير نكون كمتابع، انا كمتابع نكون عندي مخ عقل، كنعرف في من كنشوف، كنعرف في من كنتابع، كنعرف امتى غنستافد وامتى ما غنستافدش. الحاجه اللي ما غنستافدش منها نهرب منها، ما غاديش نضيع فيها وقتي. عرفتي شحال تاع الوقت كيضيع في اليوتيوب؟ شحال تاع العيالات كتضيع الوقت في المشاهده، تيك 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 تيك، ملي كتجي البيس ديالها كتلقى راسها ما هي مهليه في راسها، ما هي لابسه مزيان، ما هي مداويه شعرها ولا حاطه لي شي خلطه، ما هي مداويه وجهها، ما هي مهتمه ببيتها، الغرف ما هي مقاده، الغدا باقي ما تقادش، الدراري كيغوتوا من هنا ومن هنا، كيبقى ليها واحد ساعه كتمشي تحط التليفون كتجري كتمسك على داكشي من الفوق، طق 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 طق، تمشي دير ليهم بيض ومطيشه وهاني، يعني وفين؟ هذه حياتك، هذه حياتك، يعني الوقت كله انت كتشوفي هذه طلقت وهذه تزوجت وهذا دابز وهذه فضيحه، عندها فضيحه وهذه ضربها راجلها وهذه حتى لامتى؟ وكتقولوا علاش حنا حياتنا ما منظماش؟ علاش حنا حياتنا هكا؟ هذوك اللي كيديروا التنظيم كيكذبوا، علاش حنا ما منظمينش؟ علاش هما منظمين وحنا ما منظمينش؟ لانكم نتوما كتضيعوا الوقت، هذيك ما كتضيعش الوقت، هذيك راه كتصور فيديو، هذيك اللي نتوما يا كتقابلوها راه منظمه وقتها، واليوتيوب ما عندهاش الوقت ليه، لدرجه حتى في بعض القنوات راه التعليقات ما كيردوش عليها، حتى التعليقات ما كيردوش عليها، كتعطيك الا 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 دخلت الفيديو ديالها كتحط لك جيم، كتحط لك ديك اللايك بحال هكا، انك راه شافت لك التعليق ديالك، معناها انها هي راه منظمه وقتها وخدامه على قناتها وكتربح الفلوس، وانت قاعده ما درتي، كتقولي لا هي علاش هي منظمه؟ لانك انت ما قابلتيش غير مجال واحد، انت شفتيها هي ما عطاتكش التحفيز، مشيتي عند واحده اخرى قلتي لا ما غنشوفش هذه كتكذب، هذه كتسمات كتكذب، ودوك اللي كيطلقوا ويتزوجوا ولا كيضلوا ضايعين في الاسواق ويضلوا يجيبوا لك الماركات الفلانيه، والماركه شريت الماركه الفلانيه ومشيت شريت السياره، وراجلي جاب لي الطوموبيل، وراجلي جاب لي عطر، وراجلي ما عطاش جاب لي، ولا ما نعرف، هذوك هما اللي نتوما كتابعوهم كتبغوا تشوفوهم، مع انهم هذاك هما اللي مستواهم كاذب، هذوك هما اللي المحتوى ديالهم كاذب، ما كيعطيكمش الواقع، راه ماشي اي وحده اللي هي دايره قناه وكتمشي كتسارى ونشر لي الطوموبيل ونشر لي الطياره ونداني ونفعلني، هذاك راه ماشي حقيقه، راه بعضها بعض الناس كيجيبوا لكم شي حاجه حقيقيه غير باش يجيبوا المشاهدات، ولكن راه الواقع ما تحلموش، كل وحده وعندها رزقها، كل وحده وعندها رزقها، كل وحده وكتب ليها الله اشنو كاين، حتى هادوك اللي كنقولوا حنايا راه هما جاب ليها طوموبيل ولا شرا ليها قصر ولا شرا ليها فيلا ولا شرا ليها ما نعرف دار ليها شريكه ولا دار ليها، هادوك كاينين ماشي ما كاينينش، ولكن هادوك ماشي هما اللي بغيت نشوف انا، ماشي هما اللي بغيت نشوف انا، لانني انا دا شفتهم انا اشنو غنستافد؟ اشنو غنستافد؟
الا انه غادي نقول انا علاش راجلي ما دايرش ليا هكاك، وعلاش انا تنبي حظك، وعلاش انا حظي سيء، وعلاش انا اللي انا المسخوطه اللي تزوجت هاد الفقير كاع اللي قاعده نهار كامل وانا نجري موراه، علاش انا هكا، علاش انا، وعلاش راجلي انا داير بحال هكا وراجلها هي داير بحال هكا. يعني كتبقى في تساؤلات، في مشاكل، وكد نفسيتك التعب، كيجي الراجل كيلقى نفسيتك تاعب، وكتقولي كتقارني راسك بفلانه، فلانه عندها وانا ما عنديش، فلانه دايره وانا ما دايراش. لا، هذا الشيء هو سبب المشاكل. شحال من وحده كتبقى ملي يدخل الراجل يتنقر عليه، فلانه عندها وانا ما عنديش، فلانه دايره وانا ما دايراش. كنت تشوف اليوتيوب اشنو فيه، كنت تشوف الناس كيف عايشين، هذيك راه ماشي هي العيشه. كيصور لك هذيك هي العيشه، ماشي هذيك هي العيشه. العيشه هي القناعه، العيشه هي تمتعي بداك الشيء اللي عندك، تنظمي داكشي اللي عندك. راه شحال من وحده عندها نظام هو اساس الحياه. النظام ماشي الفلوس، ماشي الفلوس، ماشي الغنى، ماشي القصر، ماشي الفيلا، هما اللي كيديروا لك، هما اللي كينظموا حياتك، ماشي هما اللي كينظموا شخصيتك، ماشي هما اللي كيبنيوك، هما وسيله للعيش، هما وسيله للعيش. وكنقولها لكم، نقول لكم يا مني طلبوا الطلبه قولوا يا ربي تعطينا الفلوس في يدينا ماشي في قلبنا، لان ماشي هي الاساس، ماشي هي الهدف، هي وسيله لبلوغ الهدف. الفلوس والغنى والبهرجه هي وسيله لوصول الهدف، ماشي هي الهدف. فدائما الانسان كوني مراه وقاده بمخك، ما تبعيش، ما تعطيش مخك لغيرك، ما تعطيش عقلك لغيرك، ما تعطيش عقلك لوسائل التواصل. هذا هو اللي غادي يخليك تكوني منظمه في حياتك، ويعني وسعيده. يعني قلبوا على انك تكوني سعيده وحامد الله بالاشياء اللي في ايدك، ما نشوفش في اللي في ايد الاخرين، لان كل واحد الارزاق سبحان الله، الله مفرقها. الا هذاك عطاه الغنى اكيد حارمه من شي حاجه اخرى، الا انت عطاك الفقر اكيد عندك بزاف تاع الحوايج اللي تخلق لك السعاده بزاف. وحمر الانسان الا كان عنده طموح ما كيوقف، ما كيوقفش، ما كيقولش لا انا يراني انا هكا كتبع عليا. يكون انا كنقول لكم تحفزكم، وما تبقاوش تشوفوا في القنوات ديال التنظيم بانهم كذابين، لانكم نتوما تابعين الكذابين الحقيقيين اللي كيجوا يتاجروا بمشاكلهم الاسريه وكيتوهوكم نتوما على تنظيم حياتكم. هادشي اللي جيت نقول لكم، لانه حز في خاطري ان شحال كنشوف ديال الناس كيتابعوا هذاك المحتويات، وفوق مني كنجي كثير التعليقات اللي كتجي عندي كيقول لك انتم كتكذبوا، انتم كتكذبوا، كيفاش انت كتفرقي مع الوقت، كيفاش كتلقاي الوقت، كيفاش واللي عنده الدراري ما كتجمعش ليه الدار. هادشي اضطريت انني نهضر فيه، ومازال عندي ما يتقال في بعض التعاليق وحده اخرى، ما غاديش نهضر فيها دابا ان شاء الله في فيديو اخر، نجاوب عليها في فيديو اخر ان شاء الله. هذه بعض، هذا جزء من 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 هذا، باش نعطيكم حتى انكم تحفزوا، انكم ما تبقاوش تفكروا بدل المنطق انني ما نتبعش القنوات ديال الطبخ وما نتبعش القنوات ديال التنظيم. قنوات ديال التنظيم ديال الطبخ راه هما احسن القنوات لحد الساعه في اليوتيوب. خليكم من هذوك من دوك القنوات ديال المشاكل والاسريه والفقر والسعايه وما نعرف. يعني كنتم راكم عارفين اليوتيوب راه ولا معروف عالميا، اليوتيوب المغربي ولا معروف عالميا، يعني ما كاينش ليه تعريف، ما نحتاجش انا نعرفه، كلشي ولا عارف اليوتيوب المغربي اشنو فيه. وخليت لكم الراحه، ونتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال، وانا احبكم في الله وعندي غير عليكم، داكشي علاش كنهضر معكم بحماس. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، الى اللقاء.